خرجنا قطب الالات الفلاحيه، هنا دابا كتشوفوا الجرارات ها هما. الجرارات الالات الفلاحيه هما هادو. الآلات الفلاحية كان الصراحة يوم شاق صراحة، ولكن الحمد لله سارينا. حاولنا نقرب لكم شي شوية الأجواء. كاين الزوار بزاف، عندك الجيرات نسيتك الله يدوم. احنا دخلنا لقطب الجيل الاخضر، وهذا الترون هذاك الروبو راه اللي كيسكر هادشي كامل. على داك الروبو راه كيزرع تيزرع كيسقي هذا الربيع كيدير لونغري. هو كيهز لي زيتي بحال هكا دابا كيزرع هادشي ديال الزريعه. اييه وهادي هي اللي زرع، راه هو اللي زرع هاد الصغيره هادي. اوكي، حيت كندير واحد التصوير في قناه اليوتيوب مزيان ونتي ديال المعلومات هادي. شكرا بزاف. ما تنساش غير البول ديجيتال. اي ضروري تخلص، راه صورت البول ديجيتال من الاول. اللوغو ديالنا هنايا. وما تنساش اذكرونا بخير. مرحبا سيدي، شكرا. شكرا للمعلومات. كتشوفوا كما قال الاخ راه كنروبو الاله، ها هي كتزرع كتاخذ الحبوب وغادي تزرع براسها. ها هو كيزرعها. ها هو
كيزرع زيادة الإصلاحات والمشاريع والأرواحي اللامعة هو حقيقة الله ونحن نحن هناك كيفية للتنمية المستدامة كمشروع تنموي ونموذج مجتمعي كما يتحرص هذا الالتزام الملكي السامي كحيال استراتيجي من خلال سلسلة الإصلاحات المتتالية بهدف التنمية الاقتصادية على أسس صحة وتحسين الظروف الاجتماعية على التقنية الجديدة في زراعة التقنية الرقمية لتنمية المستدامة روبوتات الفلاحية مازال في طول التكنولوجي الرقمي الفلاحي نختموا الجولة ديالنا بالجهات الجهات الفلاحية في المغرب يا هذه الجهات راه هما الجهات الفلاحية هما الجهات الفلاحية جهات مراكش تنسي مراكش أسفي جهات الدار البيضاء 16 نملة الخنيفرة درعة تافيلات باس مكناس صحية حمراء أحلاوة الكهف الشرق 16 جهة لكم معنا
احنا غاديين الات فلاحية التراكسور الجرار واخا بابا واخا هانتوما أميرة بغات تطلع تشوف التراكسور تصور هذه الآلة هذه هي الآلة ديال الزيتون هذه كتسقط الزيتون هذه فهمتي راكم معنا الآلة هذه هي الآلة ديال صاحبي باش كتسقط الزيتون هي هذه هي من الداخل تستعمل في فيرمة الكبار هي هذه الآلة هذه الآلة هي الآلة آلات اللي كتدخل هي فوسط الشجرة خاصها تبقى تجمع الزيتون هادي يا هادي احنا كنغادرو المعرض كنتمنى من الله تكون الفيديوهات اللي غادي نحط لكم تشوفوهم يعجبوكم ان شاء الله ايوا حتى المعرض ان شاء الله المقبل ان شاء الله في السنة المقبلة ان شاء الله نضرب لكم موعد ان شاء الله مرحبا في السنة المقبلة مرحبا بكم في مكناس الى اللقاء